انطلق قرار منع ذبح العجلات وإناث الأبقار الحلوب بالمغرب الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جدلاً كبيراً وسط المهنيين والمستهلكين على حد سواء. تهدف وزارة الفلاحة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان الوفرة في إنتاج مادة الحليب ومشتقاته، لكن ظهرت تخوفات بعض المهنيين من الزيادة في أسعار بيع اللحوم وانتشار طرق الذبح السرية، الأمر الذي جعل مديرية تنمية سلاسل الإنتاج تصدر توضيحاً في هذا الشأن عن طريق مذكرة توضيحية عممت على مصالح الوزارة وخاصة المديريات الجهوية للفلاحة بمختلف جهات المملكة. كشفت من خلالها أن قرار منع الذبح يشمل ويقتصر فقط على سلالات منتجة للحليب من الأبقار العجلات الصغيرة دون سن الأربع سنوات المعروفة بصنفي الهولشتاين والمونتيبليار، في حين أن العجلات والأبقار من سلالات اللحوم الموجهة للإنتاج الحيواني في سلسلة اللحوم الخاضعة للتهجين الصناعي لن تتأثر بهذا الإجراء، ما يعني أنه لن يشملها القرار سالف الذكر. وأكدت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج أن هذه التوضيحات جاءت بعد تواصلها بالعديد من الطلبات من إداراتها ومصالحها الجهوية والإقليمية قصد شرح وتبيان تفاصيل بعض أحكام الدورية المشتركة الصادرة في 9 نوفمبر 2022، مشددة على أنها مذكرة تساهم في التنزيل السليم لمقتضيات القرار المشترك. كما أكدت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج على ضرورة الاتصال بالسلطات الإقليمية والمحلية والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا وإبلاغهم بهذا التوضيح قصد القيام بكل ما يلزم ومن أجل تزويدهم بالدعم اللازم لتطبيق وتفعيل أمثل لمضامين هذا القرار من قبل مسؤولي المصالح والمديريات الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي قد أكد في لقاء سابق عقده مع مهنيي الحليب أنه من غير الممكن ذبح رأس مال الحليب في الوقت الحالي، وأن الحكومة تدعم منتجي الحليب ومربي الأبقار الحلوب بمبلغ 4000 درهم لتفادي تضررهم مع دعم الأعلاف التي تضرر منها الكسابة بالمغرب إثر ظرفية الموسم الفلاحي الجاف.